ايه اهم التحديات اللي ممكن تواجه كاتب لو بينشر لاول مره، وازاي يواجهها وازاي ممكن يتغلب عليها؟ وطبعا ايه النصيحه بشكل عام اللي تحبي تقدميها لاي كاتب لسه بيبتدي مشواره في تعاقده او في تعامله مع اي دار نشر؟ تحديات كتير جدا بصراحة، المجال كله تحديات. أولا إن هو العمل بتاعه يتنشر أصلا، مش كل دور النشر بترحب بالناس اللي لسه بادئة أول عمل ليها، دي مش حاجة سهلة وأنا عارفة ده. أكيد في دور طبعا بترحب جدا وبتتبنى ناس أول عمل ليهم وأول ظهور واسمهم مش معروف، بس مش كل دور النشر بتعمل كده، دي أول نقطة. تاني نقطة إن تكون الدور بتحترم العمل وبتحترم الكاتب ومدياه حقه في إن هي توصل العمل للناس، ان هي تعمل توزيع كويس، ان هي تطلع العمل للنور. في دور نشر كتير جدا بتنشر العمل وبتركنه، صدقيني بيجي بعد كده الكتاب يلاقوا ان عملهم مش موجود اصلا في السوق. فاحترام الدور للمؤلف والكاتب دي حاجه مهمه جدا، وده بيبقى تحدي بيواجهوه. تحدي المنافسه ده بالنسبه لي تحدي لذيذ جدا، يعني يا سلام لو بنتنافس في الثقافه مين يكتب احسن، يا ريت كلنا نكون طبعا بنكتب حلو، يعني خلي القارئ يستمتع بحاجه زي دي. اكيد. انا فتحديات بشكرك، إن العمل كمان يستمر، إنه يطلع بأحسن شكل يناسب الجمهور، يليق بمرحلتهم الفكرية، حاجات طبعا أكيد كلها مش سهلة. اكيد إن كمان القراءة تفضل مستمرة، لأن خدي بالك في أوقات القراية فيها بتبقى قلت جدا، إن الأسعار بتاعت الكتب بترتفع شوية، إن مش كل الناس بتربي ولادهم إن مهم جدا نقرأ، مهم جدا نروح معرض الكتاب، مهم جدا إن إحنا نتعلم من خلال القراية، مش بس الإنترنت، مش بس الورد أوف ماوث أو كلام الناس، صحيح حاجة مهمة جدا. صحيح صحيح. أنا بشكرك أستاذة آلاء على وجودك معانا عن طريق زوم، بشكرك على كل النصايح المهمة اللي قدمتيها لكل كاتب شاب ممكن يكون لسه في بداية تعاونه مع أي دار نشر جديدة، وأكيد بنتمنى لكل كتابنا الشباب كل التوفيق، بشكرك على وجودك معانا، ميرسي.